موجز الأخبار من حلب اليوم. قتلى وجرحى جراء غارة جوية روسية استهدفت جبل الدويلة غربي مدينة كفرتخارين بريف إدلب بحسب مراسل قناة حلب اليوم. المجلس الإسلامي السوري يدعو في بيان له إلى مقاطعة البضائع الفرنسية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التي وصفها المجلس بأنها تسيء للمسلمين وللنبي محمد. صحيفة الوطن الموالية للنظام تقول إن ناقلة نفط خام تحوي نحو 1,000,000 برميل وصلت إلى السواحل السورية، وذلك بعد أيام من وصول ناقلتين محملتين بالغاز وعلى متنهما نحو 2,200 طن من الغاز. مختبرات الترصد الوبائي تعلن تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر و108 إصابات جديدة و120 حالة شفاء من الفيروس. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 عناصر من قوة يبك، قالت إنهم أطلقوا النار باتجاه منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا. مصدر عسكري في الجيش الأردني يقول إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص من الأراضي الأردنية إلى سوريا وألقت القبض عليه بعد تطبيق قواعد الاشتباك.